أنا متشكر جدا دكتور مجد والله على المقدمة دي، وهسجلها بقى أوريها لأمي عشان هي دايما زعلانة مني يعني. أنا حضرتك هتكلم على حاجة اسمها اللي هي ثيراكوسكوبيك كوركشن بتاع الأسوفجيال أتريزيا، ودي من الحاجات اللي أنا بحبها جدا بيرسونالي، وهي بس هدفي منها حضرتك إن إحنا عايز أقول إحنا ليه بنعملها ثيراكوسكوبيكالي. هو مش كل السنترز في العالم بتحبها ثيراكوسكوبيك، مش موافقين عليها، لكن إحنا بنحبها ثيراكوسكوبيك عندنا من سنة 2006 واحنا بنحاول نشتغلها. ازاي النيوناتولوجيست والبيدياتريشنز غيروا التكنيك اللي احنا بنشتغل بيه وامبروفد التكنيك، وهقول لكم ازاي احنا دلوقتي بقينا بنعملها. دي السبيشاليتي اللي بتشتغل معانا، وانا طبعا عشان شخصيه مش مغرضه فايه بغير الترتيب ده لما بقدم لبتوع التشست بطلع ناس، والكارديولوجي بغير الدنيا يعني. فهو دلوقتي النيوناتولوجي هو اهم حد. هلا هنا هو ما كنتش عارف الحكايه دي يعني. يعني انا شايل التخدير مثلا خالص عشان مش مقدم لهم يعني. انا شخصيه محظوظه بشكل رهيب جدا ان انا بشتغل في ابو الريش. هو في ناس كتير قوي مش حاسه بالنعمه بتاعت ابو الريش، بس انا بشتغل في اوضه عمليات فوق في الرابع وفي الطوارئ، ودلوقتي في المنيره. احنا سنتر فيه حوالي لغايه دلوقتي اظن 7 لاباروسكوبس، 7 تاورز انا مش قادر اعدهم. علشان نبقى فاهمين، انا بروح اشتغل الاسوفجيال اتريزيا مثلا في الازهر، فبنبقى كونفايند للليسته يوم الاثنين. انا اقدر اشتغل الاسوفجيال اتريزيا في اي وقت في ابو الريش، صبح ظهر بالليل 12 الفجر اي وقت، علشان عندي تاور في الطوارئ، عندي تاور في المنيره، عندي كل الفاسيلتيز يعني. وزي ما الدكتوره ماجده قالت، احنا ممكن ما نبقاش عارفين برضو قيمه الوحده دي. ممكن عيان عنده الحاجات المعقده اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها ما فهمتش منها اي حاجه خالص، يروح مستشفى عاديه يلاقي مثلا في الجمعيه الشرعيه سيرفيس يتقدم له لغايه ما يتنقل. لكن العيانين السيرجيكال اللي محتاجين نيونيتال انتنسيف كير يونت، اولموست امبوسيبل ان حد يرضى ياخدهم. ما حدش بيرضى ياخد خالص الاطفال دي. وانا نفسي ان النيورولوجيست يبقوا فخورين بالوحده دي لانها يونيك، هي مش موجوده، ده مش سيتنج موجود في العالم. قليل قوي اللي يبقى الحضانات معموله للجراحه بس، العينين الجراحه بس. فورد مثلا 2 بي بتاع بروفيسور يونج ده يونيك في اليو كي كلها، مش موجود، دايما بيبقوا ميكست يعني. علشان نبقى فاهمين برضو الماجنيتيود بتاع الرزق اللي ربنا رزقه لنا في ابو الريش، ان احنا بنستقبل اولموست 70 حاله اوسوفيجيال اتريزيا في السنه، كومبيرد ل 170 حاله اوسوفيجيال اتريزيا في كل اليو كي. لما بيتقسموا العيانين دول على 26 سنتر في اليو كي، فكل سنتر بياخد رقم قليل جدا، فما بيبقاش عندهم الكميه المهوله جدا بتاعت العيانين اللي احنا يقدروا يشتغلوا عليها. كمان من الحاجات الكويسه جدا ان انا في ابو الريش ورزق في مصر برضو، عشان احنا في مصر، ان احنا بيزورنا اتخن حاجه في الوزاره يا ناظر. معلش انا الفوكابولري بتاعي مختلف عنكم يعني شويه عشان انا جراح. فدول اتخن اتنين في جراحه الاطفال، ده واحد اسمه البرتو بينيا، ده اللي غير الانوركتال مالفورميشنز من سنه 80 وهو رائد على الانوركتال مالفورميشنز. واللي جنبه ده ستيف رودنبرج، ده اول واحد عمل اوسوفاجيال اتريزيا ثوراكوسكوبيك، ومن جبروته عملها اول حاله تتعمل في الدنيا كلها، اتعملت لايف سيرجري في كونفرنس بتاع لاباروسكوبي. هو قد كده الراجل رهيب يعني. انا كل التوك بتاعتي هتبقى على تايب سي، يعني موسلي تايب سي. احنا عندنا الاذر تايبس بنشوفهم، بس انا هتكلم اكتر على تايب سي، وهقول لكم ازاي انتوا غيرتوا احنا بنشتغل ازاي. في سنة 2006 احنا ابتدينا نشتغل الاسوفاجيال اتريزيا، بس التكنيك كان صعب جدا بتاع ستيف رودنبرج، لان هو جراح اب نورمال، هو الكابابيلتيز بتاعته رهيبة. داريوس باتكوفسكي ده جاء من بولندا، والراجل حل كل مشاكل التكنيك. اول حاجة عملها ان هو قلب البوزيشن بتاع العيان، يعني دي تكنيكاليتيز مش مهمة، لكن هو داريوس باتكوفسكي طريقة بتاعته فيري فيري سيمبل، تخلي حد هاندي كاب زيي يشتغل عادي مفيش مشكلة. فابتدينا السيرفيس من 2016، وابتدينا نبقى انترستد اكتر في الاسوفجيال اتريزيا، وعدينا في 3 مراحل باينين جدا في شغلنا، 2016 ل 18، وبعدين 18 ل 20، وبعدين 20 لغايه النهارده. وهشرح لكم ليه التواريخ دي مهمه يعني. ليه بنحب نشتغل كده؟ لان الاسوفجيال اتريزيا، لو انت متخيل الجراح هو بيشتغل، هو اكشوالي الجراح هو الوحيد اللي بيبقى شايف الفيلد، محدش في الاوضه تانية بيبقى شايف، حتى المساعد ما بيبقاش شايف. يعني المساعد بيبقى ماسك الريتراكتورز شادد اللنج على الجنب، والجراح بس هو اللي فوكست وهو اللي شايف، محدش بيبقى شايف. في الثوراكوسكوبي او في اي اندوسكوبي
الميزه ان الاوضه كلها بتبقى شايفه انكلودنج دكتور التخدير، الامتياز، النواب، لو غلطت الناس بتزعق، لان كل الناس شايفه التكنيك. فالفيلد unparalleled والانفايرومنت رهيب، كل الناس بتبقى شايفه الحاجات دي. هوريكم الصور. يعني الحاجه الثانيه الظريفه جدا ان احنا ما بنعملش ثوراكوتومي، فما بنعملش ثوراكوتومي. المفروض ثيوريتيكالي النيرسينج يبقى اسهل بتاع البيبيهات دول، الفنتيليشن، الحاجات اللي انتوا كنتوا عاملين تقولوها، السكينيك اللي انتوا كنتوا عاملين تقولوها، اكيد هيبقى اظرف. يعني علشان احنا ركزنا، يعني من اول 2016 هو جروب من دكاتره ركزت في الديزيز ده، فاحنا فهمنا عن الديزيز ده اكتر بكتير جدا من ما كنا فاكرين. صحيح يعني كان عندنا مشاكل كتيرة بس فهمنا. ده الاوبريتيف فيلد لما بنخش نشوفه، دي حاجة الأوضة كلها بتبقى شايفاها. ده الازايجوس فين باين جدا، هوريه لكم يعني مكتوب عليهم دلوقتي. ده الازايجوس فين، الاورتا، شايفين اللفت برونكس بنبقى شايفينه، الاسوفاجس الابيض اللي تحت الرفيع ده الفيجس، البرانشات الرفيعه دي الاورتيك برانشز اللي راحت سبلاي الاسوفاجس. ده رغم ان احنا بنشتغل الفوراكوسكو الاوبن بنشتغله بماجنيفيكيشن 3.5، بس لا يقارن بال15 ل20 تايمز بتاعه الاندوسكوبي. يعني دي مثلا من الحاجات اللي بتتعور كتير جدا بس احنا مش بنشوفها، اللي هي الثوراسيك داكت. دي ده شكل الثوراسيك داكت كومبيرت للابر باوتش والازايجوس. هي عباره عن حاجه رفيعه جدا احنا ما كناش بنشوفها، ولان احنا بنبقى داخلين قوي في الدبث اوف فيلد، فبقدر اشوف الريكورنت لارينجال نيرفز، بقدر اشوف حاجات مش ممكن اشوفها حتى بالماجنيفيكيشن العادي. اللونج تيرم ريزلتس بقى طبعا العينين اللي بتعيش دي، المشكله بتاعت البيبيهات مش مهم السكار، بس في عندنا وينج اوف سكابولا، ولو شفنا البنوته دي عندها بريست اتروفي على ناحيه، وده ولد عنده سكوليوزز مكان الفراكوتومي اللي احنا بنعملها. طبعا مش كل العينين كده، انا بختار الحاجات الاكستريم بس عشان تامفسايز النقطه دي. دي طريقه داريوس ان هو بينيم العينين برون مش لاترال او سيمي لاترال زي ستيف رودنبرج. يعني ده فيديو سريع كده للبروسيدر اللي احنا بنعمله. ده بيبي وزنه 2.8 كيلو. وانس هو صغير جدا، بس وانس ان احنا دخلنا جوه خلاص بتبقى الدنيا ماجنيفايد وكبيره. ده الاسوفاجس انا بسلكه من تحت من تحت الازايجوس ونربط الفيستولا. هو طريقته فيري 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 سيمبل كده، ربطنا الفيستولا وبعدين على راي محمد ابو الحسن بنجيب اللي فوق كده نوصلها كده في اللي تحت. هو لسه قايل لي كده دلوقتي بنوصل بقى الابر. دي الفترة الأولانية اللي هي من أول 2016 لغاية 2018، تمام؟ يعني دي صور مش مهمة قوي بالنسبة لكم، بس يعني إيه؟ لا والله حركة، هي طريقة عبيطة جدا يعني. ها؟ والله؟ لا صحيح؟ لا باينة صحيح حركة؟ أوكي. دلوقتي حركة إحنا طلعنا فوق الأزايجوس وبنسلك الأبر باوتش، بقى بندور على الأبر باوتش. ده الأبر باوتش البلايند باوتش، هنسلكه من التراكيه لانه بيبقى لازق في التراكيه، وبعدين هنفتحه ونعمل انستوموزز تحت يعني، تمام. ده الابر باوتش، انا اقدر اوصل لغايه النك. يعني انتوا شايفين حركه قصير ازاي، انا اقدر موبيلايزت واخش جوه. وبعدين دي الطريقه بتاعت الغرز بتاعت داريوس اللي هي اسمها سلايدنج سكوير نوت، دي بتخلينا نكنترول التنشن سيمبلي جدا. هو طريقته رهيبه يعني الراجل ده. المهم حضرتك ان في 2018 كنت انا بقى في قمه مجدي وسعادتي، قدمت توك جاست لكتشر في الايجن اسوشيشن بتاعت بيدياتريك سيرجنز، ونشرنا 2 بيبرز، وكنت بقى ايه منتفخ انتفاخ رهيب جدا، سعيد سعاده زوجيه. في راجل بقى ده ميرفي، ده لو اسمه ميرفيز لو غير اللي احنا عارفينه. ميرفي ده ايروسبيس انجينير، بيقول ان انت لو كل حاجه از جوينج ويل زي ما انا كنت فاكر يبقى انت يو دونت نو انيثينج، يعني في حاجه بتحصل وانت مش واخد بالها. في 2018 زرنا تاني داريوس باتكوفسكي وقال ان احنا لازم نبتدي نعمل ريجيد برونكوسكوبيز للبيبيهات. و في نفس الوقت للأسف الشديد سجلنا مع ماجي لويس رسالة على العينين البوست أوبرتيف نعمل لهم فلكسبل برونكوسكوبي. احنا كان الهدف بتاع البرونكوسكوبي ان احنا نشوف الفوكال كوردز، نعرف فين الفيستولا، نإكسكلود أبر باوتش، نعرف الديستانس ما بين الأبر باوتش، ونشوف التراكيو ماليشيا. ودي انا كل ما يجي لي لعبة جديدة ألعب بيها، وحد صورني من ورايا ان انا بلعب بالتوي الجديده. يعني انتوا طبعا مش هتعرفوا الانديكيشنز، هتقعدوا تبصوا عليا وانا بلعب يعني. بس
في 2018 ماجي شافت لينا، دول العيانين بتوع 2018، 48 عيان، كملنا 39، اتنين اتقلبوا اوبن وعملنا دايفرجن الاثنين، وكان عندنا مورتاليتي 9 منهم. من ال 34 عيانين اللي عاشوا 12 منهم جالهم ريسبيراتوري بروبلمز. واحنا عاده اللي بنعمله ان احنا اول ما بيقول لنا العيان ده عنده ريسبيراتوري بروبلم، يبقى ده عنده انهيرت بروبلم في مش عارف السيليا او عنده جرد. انا ماليش دعوه يا عم، الحمد لله ان العيان عاش، مش هبص عليه. المشكله بقى ان ربنا يرزقني بواحده زي بسمه كده تطلع روحي. ده العيانين اللي هي عملت لهم برونكوسكوبي، وده عيان بوست اوبرتيف اللي باين فيه ان انا سايب ريزيديوال باوتش طويله جدا من الاسوفاجس لازقه في التراكيه. دي الابر دي دي ده الاسوفاجس لازق في التراكيه، ماجي هتخش فيه وهتقعد تدور اذا كان في فيستولا ولا لا. ده بلايند باوتش بيحوش سكريشنز، يدوس على الممبرن سبارت بتاع التراكيه ويعمل للعيانين اسبيريشن ويتعبهم على طول. ما هواش خالص جرد. من ال 12 عيان دول اثنين بس كان عندهم ريفلكس، والباقي العشرة كان عندهم مشاكل ممكن تتحل سيرجيكال، لان احنا عملنا تكنيك غلط يعني. المهم بصينا تاني على الفيديوهات بتاعتنا، فلقينا ان احنا عاملين غلطتين في العمليه. الغلطه الاولانيه ان احنا بنربط الفيستولا اول ما نخش. الفيديو اللي انا عرضته بمنتهى الجهل يعني في الايجن اسوسيشن، انا رابط الفيستولا هنا اهو تحت الازايجوس على طول. فلما بربطه تحت الازايجوس انا اكشولي سايب حته فوق. ده واحد زميلي يعني كان بيشتغل ربط هنا هوت، وبعدين بعد كده دخلت بسمه زعقت فينا، فدورنا على بقيتها. كل الحته دي هتفضل لازقه في التراكيه وتحوش سكريشن وتعمل مشاكل. دي اسمها بسمه ستيب. والحاجه الثانيه ان احنا يبقى في اوفرلاب، ان الابر باوتش تبقى طويله جدا توفرلاب على الازايجوس على الاسوفاجس. فلما نربط هنا، لما الجراح يربط في الحته دي لان هو دي اول حته بيخشها، بيسيب كل ده موجود. فاحنا دلوقتي ما بقيناش بنربط الفيستولا غير لما نسلك الابر باوتش اوف ات، ولازم نتاكد ان احنا وصلنا للتراكيه. ما كناش هنعمل كده وكنا هنكمل في جهلنا لو ما اشتغلناش مع التشست. مبسوطه يا هلا؟ مبسوطه؟ اوكي. لا ده حقيقي والله. دلوقتي احنا بنعمل برونكوسكوبي، هوريكم دلوقتي لما احنا اللي بنعمل ريجيد برونكوسكوبي. برضو من الرزق ان انا معايا ناس اللي بيشتغلوا معايا ما عندهمش مشكله ان احنا نشتغل ويعلمونا حاجات. يعني احنا متعلمين البرونكوسكوبي، وبسمه من ماجي ايمن معلمنا الابر اندوسكوبيز. دي الفيستولا بتاعتنا. احنا دلوقتي عارفين ان احنا بعاد عن الكارينا، فانا وانا داخل عارف ان انا هسلك فوق الازايجوس، وبعد كده بنزق ان جي تيوب اورالي تعمل بلج في الممبرنس تراكيه. فانا ابقى عارف ان انا دلوقتي هيبقى عندي اوفرلاب. لو شفنا ده الابر باوتش بيقفل اللور باوتش، فانا كده عارف وانا داخل ان انا هعمل هيبقى في اوفرلاب. دي الطريقه اللي لازم نقفلها، دي التراكيه، ولازم تبقى الفيستولا تقريبا ما فيش يعني انا يا دوبك على الممبرنس تراكيه. ده فيديو برضو نفس الحالات بس يعني مش هنعدي منها. في 2020 بقى اللي حصل ان بسمه وهدير زاروا حد اسمه راسل جانينجز. راسل جانينجز ده كان في بوسطن، وهو يعني مهتم جدا بالثراسك سيرجري والتراكيه والتراكيوباكسي وكده، وهو تشامبيون حاجات كتيره جدا منها البوستيريو تراكيوباكسي دي. فالبوستيريو تراكيوباكسي دي بقينا بنعملها. ده عيان مثلا عنده تراكيو ماليشيا، بنشفط انترا اوبرتيف، فالتراكيه تتقفل توتالي تمام. فابتدينا نعمل بوستيرير تراكيو باكسي للعيانين دول بعد ما بنسلك ده كده الاسوفاجس. هو انا مسلكه كله ووصلت المكان الحلو قوي اللي هو انا عايز اوصل له عند التراكيه، انا متاكد ان انا قفلتها في مكانها. بعدها بنكمل الانستوموزس، ده الابر واللور باوتش بتاع محمد ابو الحسن، بنوصلهم في بعض. وبعدها دي غرز التراكيوباكسي، بناخد الممبرنس تراكيه نفكست للسباين للسباين، فتخلي
الكاليبر بتاع التراكيا اولموست يعني ستيبل في العيانين والنيرسينج بتاعه. ما عندناش داتا لسه شور يعني، لان بسمه لسه ما خلصتش، لكن النيرسز بتوعنا النيرسينج تيم بتوعنا هم سعداء، هم بيبقوا عارفين مين اللي احنا عملنا لهم تراكيه باكس ومين اللي ما بنبقاش عاملين، هم مبسوطين في بالستاب دي. بس ده امبريشن لسه، مش ما عندناش داتا كامله عن العيانين دول يعني. برضو لان انا بشتغل في ابو الريش، فبنميل على الدكتوره رشا نقول لها احنا عايزين بعد اذنك فلكسبل برونكوسكوب، فهي جابت لنا فلكسبل برونكوسكوب بحيث ان انا الغرز بتاعت الممبرن استراكيه وانا داخل ابقى شايف ان انا ما عدتش فيها عشان ما اعملش جرانيولوما جوه. ده العيان البري اوبرتيف اللي احنا شفناه، وده البوست اوبرتيف التراكيه اتفردت خالص. ده عيان سعودي مش عياني يعني، التراكيه اتفردت خالص وده جايدد بالايه بالفلكسبل برونكوسكوب. ده بيتعمل انتر اوبرتيف يعني احنا بنبقى شغالين على اثنين تاورز يعني. نيجي بقى المشكلتين حصلوا لنا، ان احنا عاده العيانين لما كانوا احنا كنا بنسميهم يتحطوا على البوتاجاز بيموتوا. ربنا برضو ادانا نيوناتولوجيست جامدين جدا، فاللي حصل ان احنا بقت العيانين دي بتعيش. لما العيانين بقت بتعيش بقى عندنا مشكلتين، ان احنا بقى عندنا ليكج كتير قوي بناخده بالنا منه سيرجيكال، والاوحش ان احنا بقى عندنا فيستولا ريكارنس، الفيستولا ترجع تاني، الاسوفاجس يقابل التراكيا ويعملوا ريكارنس للفيستولا. كان زمان العينين دول بيموتوا وما نشوفهمش. انا متاسف انا ما عنديش صور لكل النيوناتولوجي تيم، ما عنديش بس غير صوره داليا. بس لما بقول داليا ببقى قصدي كل التيم، سلمى كل الناس، مش قصدي حد يعني واحد. ولما هوري صوره لماجي ما بيبقاش قصدي ماجي، بيبقى قصدي كل التشاست يعني. تمام. النيوناتولوجي فرقوا جدا معانا في الايه في التكنيك ده. عيانين عاشوا ودي الفيستولا بتاعت رابطه الاسوفاجس الاسوفاجيال اند، ودي طريقه سوري اوريها لكم ازاي ارجع اللي قبله. ايوه سوري، ده فيلم فيديو مرعب لعيان اسمه موسى قفل حوالي 13 كورونري عندي، علشان ده كان برضو عشان انا العنجهيه بتاعت الجراحين. فاحنا اللي حصل ان احنا قلنا هنسلك الاسوفاجس من التراكيا ونقفل الفيستولا ثوراكوسكوبيك يعني، وده احنا كده فعلا سلكنا ده الاسوفاجس وده التراكيا تحت. وبعدين اللي حصل ان الاي تي تيوب خرجت من مكانها، العيان كان بيموت، ده التيوب بتاعتنا خرجت، دي الممبرنس تراكيا وهي خرجت من مكان الفيستولا. لغايه لما فتحنا العيان وقفلنا دي كان مثلا ايه قفلنا حوالي 13 150 الف كورونري يعني، بس هو العيان الحمد لله عايش يعني. بعدها اتعلمنا من ان احنا ما نعملهاش اوبرتيف، وماجي هي اللي بتعملها لنا دلوقتي. هي بتخش بتبرش الفيستولا بتي سي اي بالقصد بالاله اللي بتنظف بيها البرونكوسكوب، وبعدين بتكوي الفيستولا دي بتي سي ايه اللي هو بتاع الكالو اللي هو الاسيتيل ساليسيليك اسيد بتاع الكالو. ف دي على القطنه، هو محطوط على القطنه دي، و هتلاقي مكانها بيض خالص، مكان الفيستولا بيض، وبعدين هي بتهيل وتخف لوحدها خالص. فاحنا ما بقيناش بنعملهم سيرجيكال خالص الحمد لله، بقت ماجي هي اللي بتعمل. شايفين اتحرقت ازاي، دي مكان الفيستولا اللي هي ماجي حرقتها، ودي هتهيل في التراكيا وهتبقى كويسه جدا يعني. الحاجه الثانيه ان احنا الليكج، اول ما كنا بنشوف عيانين عندهم ليكج اللي كان بيحصل ان احنا بنقوم فاتحينهم على طول عاملهم اسوفاجوستومي وجاستروستومي، ده قل كتير جدا عندنا. واحمد ادري ومحمد علام بصوا على العيانين اللي هم عندنا اللي كان عندهم ليكج، فلقوا ان احنا عند سن عند يوم 8 لو العيان ما تحسنش بنعمله دايفرجن، لان المورتاليتي بتزيد جدا. دي حاجات كلها ما كناش هنعرف نعملها لو ما فيش حد سندنا جامدين يعني. فاندرزي ده من هولندا، واحد من اكبر الناس بتوع الاندوسكوبي في هولندا، هو كان بيقول ان احنا الاسوفاجيال اتريزيا هي تيم كبير جدا. الجراح يا يختار ان هو يبقى في البريفري يعمل العمليه وملوش دعوه بيه، زي ما انا بشوف سنترز كتيره جدا في مصر يعني، او يبقى في النص مع الناس يعني. لازم نبقى انفولف مع كل التيم، وانا شايف ان دي طريقه احسن، لانها زي ما انتوا شفتوا هو غيروا انا ازاي ببقى شايف العمليه وانا شغال انا والتيم بتاعي يعني. فاحنا هو الراجل كان بيقول ان احنا بيبقى عامل زي السبايدر ان ويب يعني، انت تبقى في السنتر بتاع السبايدر ان ذا ويب وانت هتتحسن جدا يعني.
ده التيم بتاعنا في الجراحة، واحنا اكبر من كده يعني. تمام، في يعني انا هشكر داليا علشان هي ممثلة عن النيونيتولوجي ديبارتمنت يعني، بس هو في 3 تانيين جراحين ساعدونا بشكل رهيب جدا ان احنا نوصل للليفل ده. الثلاثة دول ما بيشتغلوش اندوسكوبي زينا. جمال التاجي كان رئيس القسم، وهو اللي دعا باتكوفسكي، وهو اللي جابه كذا مرة عشان احنا نسأله ونتعلم منه. طبعا اخويا خالد حسين كان هو رئيس الوحدة، يا رب يرجع تاني يمسكها، the most intelligent person you can ever see يعني، بس يا رب نعرف نقنعه ونرجعه تاني يمسك الوحدة. وشريف اخويا شريف قداح هو رئيس الوحدة، وهو اللي مصمم ان هو يشتري آلات وأجهزة كتير جدا علشان العيال الصغيرين واولادنا يشتغلوا اندوسكوبي. احنا دلوقتي ده الروتين بتاعنا ان احنا بنعملها توراكوسكوبيك يعني. طبعا الباك بون بتاع الكلام ده، وانا كتير قوي مش فاهم هم ليه بيشتغلوا، هو التمريض بتاعنا. انا ما اعرفش هم ليه بيشتغلوا، وما اعرفش هم ليه سعداء بان البيبيهات دول يخرجوا. امبارح بالصدفه يعني كان في عيان كلمني، انا مش عارف هي مين خالص، قالت لي انت عملنا اسوفاجيال اتريزيا فبوريش، بعتت لي على الواتساب، فقلت لها وشرقت، فقلت لها اطلعي بيه على على بوريش على طول يعني. فكان نفسي اوريكم الرساله، هي قالت لي انا بعت رساله لحد من التمريض عندنا، ميس بسمه. ميس بسمه قالت لها كلمي الدكتوره روان يعني. انا بس الفكره في ايه، ان الامهات معاهم نمر التمريض بتاعنا، التمريض بتاعنا بيكلمهم يعرف عنهم كل حاجه وبيعملهم، وانا مش فاهمهم بيشتغلوا ليه صراحه يعني، لان هم ما عندهمش ريورد مادي يكفيهم، ما عندهمش او ذير اوفر ورك بشكل رهيب جدا. بس يمكن ربنا يجازيهم خير على انا طلعت دلوقتي وقلت المحاضره، فالناس شايفه ان انا جراح جامد جدا، بس اكتشلي هم اللي عملوا الشغل يعني، هم اللي بيكاروا للعيان، هم اللي بيخلوا بالهم من البيبيات، وهم غريبه جدا، هم فخورين قوي 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 بالاوتكم. انا مش عارف ليه يعني، مش بيعملوها مش شغل يعني، هم باشن رهيب جدا يعني. في 2 طبعا، ماي اون منتور الدكتور ناصر، هو اللي عمل الوحده، او مش هو اللي عمل الوحده، هو كان يعني من اكتر الناس اللي شالت الوحده. هو ما بيشتغلش بيدياتريك سيرجري بايده، لكن هو كان حريص جدا ان الوحده دي تفضل موجود. كان بيجي من 8 ل 5 كل يوم بديسيبلين رهيب جدا، بحيث ان اي حد طلع من تحتيه كان يعني عنده نفس الديسيبلين نفس الكونسبت. وطبعا اللي علمنا كلنا الاندوسكوبي اللاباروسكوبي هو الدكتور فهيم. هم الناس دي مش موجوده ومش هتسمع الكلام ده، لكن هو لازم الناس تفتكرها، دي حاجه مهمه جدا. زي انا انبسطت جدا ان حضرتك قلتي دكتوره ناديه، اظن ذكرت الدكتور صفوت شكري. هو في ناس كتيره جدا مش هتبقى عارفه الاسامي دي، ومش هيتخيلوا ان الناس دي كانت موجوده وكده اهوت. وهو احنا انا بشتغل عشان الدكتور عادل كان موجود، والدكتور نبهان كان موجود، وابويا كان موجود، الدكتور احمد قطب كان موجود. انا ببني على كل الحاجات دي، احنا هنمشي ونروح، لكن هو الناس دي لازم نفتكرها يعني. متشكر جدا ليكم.